بشجع أنا كل الناس إنها تهتم بالمنتج، بمنتج النحل اللي هو العسل، لأنه يعني ذكر بالقرآن، هو إحنا بناخده كشكل علاجي مش بس كشكل غذائي وصحي ومدعم فيتامينات ومناسب لإلنا ومناسب للصحة بشكل عام. هتبلش ولا أنت مبلش أصلا؟ بياخدوا الأوامر منها أو بيعطوا، حتى بالأصح إنه مو بيعطوها الأوامر.